عندي 80 عام، ماناش وليدي بقى صغيرة يا أمس ولا اليوم، أنا شيبانية. وليداتي كبروا، بنياتي كبروا، نبولياتي بوليداتي، وما نحرقش وليداتي وما نصيبش لي وليداتي. ويوم دخل عليا من هنا وداز صاب العصا، الرجل راقد مع قلش مريض، هز العصا دار هكذا هكذا موق نقص الدم، الرجل مع قلش ضربو على غفلق داخ طاح. بديت انا نقوله عداك عداك عداك، نزل عليا للراس تلفني ما تليش عقلت، وعاوني الدراع، ها الدراع ها هو كتشوفوا فيها هشوف شحال خضر. واليوم بغيت تعدي عليا نخبط بيديا وبرجليا نقطع في القوت، ما دوام ما قال لي لا طافت ولا تحرقت ولا دواني ولا كلمني. قصد الراجل قصد وحده، ارفد هاد العكاز حلي ظهرني، ارفد هاد العكاز قلبو قلبو، ضرب الراجل دهزو دار ليه بحال للراس، نقز عليا الدم منه ونقز على الحيط من الراجل. وانا نقول ها ها ها، عاودني المخ دوخني ما تليتش وليدي عقل. وصاب الحمتم، صاب الخبزهم، صاب الدلع، قاعد ياكل مني بغى يمشي طب صدب صدب وخرج في حالاته. دعينا دعوه على الجدرميه وبقي حقي ما عطونيش. كيقولوا الجدرميه جدرميه، كيقولوا راه هذا ما صبرناش، كيقولوا الجدرميه يقول مشيو عندو يسولوه، وقلت ما صبرناش نقطع نضرب بيديا وبرجليا. انا شتو يقابلوه معايا نقول لي انت اللي دخلتي عليا ودرتي ليا ودرتي ليا ودرتي ليا وضربتيني وضربتي الراجل فوق المسند. واليوم وليدي انا طايخه في مخي، انا عيانه رانا مريضه، جا العمر عليه لا سمح لي، بقيت حيه نتقابل انا وياه. المنكر اللي خدام هنا ما خدام حتى فما، احنا لقيت انا عمر 100 عام ويجي يضربني على نجيري توكلي على الشيبه هذي. كون انا فايق غنشدو خنموت غنشدو، ضربني بهاد العكاز هذا ديالي، هدم حدايا وضربني بيه. انا ضرب باقي ولد 100 عام وضربني انا ما حسن الله، وكانوا ولادي هنا غيقتلوه وانا ولادي خارجين. غندير الله غندير الله وين يسعد ولاد ما بغوش. قالك اليوم قتل غدير قتل واحد اخر. هذا خويا هذا والديا، ما كنعيشوش حنا هنا هدام، هما كاينين اثنين شتوكا وحنا كاينين في كازا. هاد السيد دخل عليهم تعدى عليهم، كانوا كاسين كيتعشاو، دخل عليهم هز العكاز ضرب الوالد هو الاول، مشى حاول باغي يدير شي حاجه خايبه مع الوالده، مني غوتات تاهي ضربها، نزل عليها بالعكاز والحكاز فيه الحديده، فاق لها راسها كدير دابا 7 الغازات، الوالد عدو 5 الغازات. مني سمعنا خويا ديك الحاله عيطوا لينا الناس وجينا، مشاو خوتي للمخزن في الليل قالوا لي مسيو دوم لابلانس الغدا مع الصباح وغنديروا الخدمه ديالنا. الغد لي مني مشينا ما جاوش عندنا، مني سمعناها احنا بعدا كنا غنتقلبوا في الطريق، السيد اللي كان جايبنا كنا غادي نتقلبوا. راه كتحس بواحد الخبار ديال والديك، الا سمعتيش الخبار ديال الوالدين شفتها كون بلاصتك كيفاش غادي تحس، كون بلاصتك. حنا 5 كنا غادي نشوف ضحيه بعدا في الطوموبيل، كنا غنتقلبوا مع 11 ديال الليل، وهاد السيد تعدى ليا على والديا بزاف، ما بغيتش خوتي يمشوا للحبس ولا خوتي وولادهم، راه الا ما داروش المخزن القانون راه غادي يمشوا للحبس. راه امي مسكينه مضروبه هذيك الليله ومقصحه وما كتقولش لي ما فلان، كتقول لك الا سميتو غيمشيو قتلوه، ما باغاش صيفط ولادها ضحيه. وحنا بغينا كنطلبوا من المخزن ولي يبين لينا حقنا فيه، حيت باقا لحد الان دابا حتى شي حاجه ما بانت. الحق ديال خوتي خاصو يبان، هذاك راه عار دابا ولا علينا. امو يوميا كيجيو يطلبوا السماحه، يوميا جابوا لينا الجماعه وكيقول لك طلبوا السماحه. اش من السماحه شنو يخو لينا؟ غنقولوا الله يسامح، دالينا شي حاجه غنقولوا الله يسامح، جات شي في واحد شي ولد بحالو بحالو غنقولوا الله يسامح، ولا كان جات في الوالدين ما مسامحينش اخويا. راه دا كانوا عدوا الوالدين باش تعدى لينا على والدينا، يقدر يتعدى على ابناته.
عنده بناته كيما تعدى على هاد الناس الشياب يقدر يتعدى حتى على بناته. هاد الحال اللي لحق ليها الوالديه وهادو 100 عام ولا 90 عام راه قدي يدير حتى لبناتو شي حاجه خايبه. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكتب الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.